لبيئة معيشية مستدامة تعمل وزارة الكهرباء والماء على مشروع مجمع الشقاية للطاقة المتجددة، وهو مشروع مشترك مع معهد الكويت للأبحاث، ويعد من أهم المشروعات التنموية التي تعمل على إنجازها الحكومة وتسير في خطى ثابتة لإنجازها. صمم ليكون محطة فريدة من نوعها على مستوى العالم، بحيث يضم مزيجا من تقنيات الطاقة المتجددة مجمع الشقاية للطاقة المتجددة. المشروع يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها في الكويت، وتوفير فرص عمل غير تقليدية، وخلق اقتصاد لا يعتمد على مصدر الدخل الرئيسي وهو النفط. يتم حالياً التجهيز لتطوير المرحلتين الثانية والثالثة من محطة الشقاية، وذلك للوصول إلى النسبة المستهدفة وهي إنتاج 15% من إجمالي الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030. عائشة أحمد، برنامج بانوراما تنموية. وحول هذا الموضوع تنضم معنا عبر الهواء عائشة أحمد، مراسلة تلفزيون دولة الكويت. مساء الخير عائشة. من مجمع الشقاية للطاقة المتجددة، كيف رأيت هذا المجمع وما هي نسب الإنجاز فيه؟ مساء الخير محمد، ومساء الخير لمتابعين برنامج بانوراما تنموية. نعم بالفعل، نحن الآن متواجدون في معهد الكويت للأبحاث العلمية، وهذا المكان الذي المختص في وضع دراسات ثمرة جهود العديد من الباحثين في هذا المجال الذي يكرس كل هذه الدراسات لمصلحة البيئة وأيضا لمصلحة الإنسان، بتوفير وتنويع مصادر الدخل لتقليل الضغط أكيد على الكهرباء من خلال مجمع الشقاية الطاقة المتجددة، ورفع النسبة الإنتاجية إلى مستوى 15%. طبعا بعد ما انتهى أو تم الانتهاء من المرحلة الأولى النموذجية، ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية والثالثة بعد 70 ميجاوات من خلال هذه الكهرباء واستغلال الكهرباء، وصولا إلى المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة وهي ب3000 و4000 ورفع لهذه الطاقة الاستيعابية وزيادة وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على البترول وبراميل النفط. لمزيد من التفاصيل معنا مدير مشروع الشقاية للطاقة المتجددة الدكتور أيمن القطان من ذوي الاختصاص، وهو مسؤول عن هذا المشروع اللي راح يحدثنا أكثر عن انتقالهم المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية والثالثة. دكتور يعطيكم الصحة والعافية يا رب على هالجهود هذه على قدم وساق. حدثنا بشكل أكبر عن وتيرة سير هذا المشروع في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. نعم، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى كما ذكرتي بالتقرير، 70 ميجاوات كانت هي مرحلة نموذجية، من خلالها تبين الأداء لتقنيات ثلاث: تقنية الرياح، تقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية الحرارية. من خلال هذه المرحلة استطعنا أن نعطي تصور للمرحلة الثانية والثالثة بناء على أرقام وأداء فعلي تحت أشعة الشمس وجو الكويت. طبعا المرحلة الثانية والثالثة تحتوي على ما يقارب بين 3000 الى 4000 ميجا وات. طبعا احنا قاعد نقول الرينج هذا لانه يعتمد على التقنية وكفاءتها واختيارها. حاليا المرحلة الثانية والثالثة مع وزارة الكهرباء والماء تحت قانون هيئة الشراكة، وسيتم اطلاقها عن طريق مشروع مثل مشروع شمال الزور، تكون في ثمرته عن طريق الاكتتاب العام مع الشراكة مع القطاع الخاص بإذن الله. نعم دكتور، وصولا إلى نسبة 15%، دعنا نتحدث بشكل أكبر عن هذه النسبة في بحلول 2030. نعم، الكويت نتوقع أن في تنامي في أو تزايد في الاستهلاك في حلول 2030. نتوقع أن 15% اللي هي هدف الكويت المعلن من بتوليد طاقة متجددة، 15% هي ستكون تعادل 4500 ميجا وات. نسعى إلى أن 4000 يكون منها في محطة الشقاية، و500 ميجا وات ستكون على أسطح المنازل والمباني الحكومية أيضا. نعم،
نعم دكتور، هو طبعا راح يتم الامداد الى حوالي 2500 بيت من الحجم المتوسط من خلال طبعا مشروع الشقايه للطاقه المتجدده اللي بدوره راح يخفف الضغط اللي على الكهرباء في داخل دوله الكويت. نعم طبعا، كل ميجا وات ساعه او كل وات ساعه يتم انتاجها في محطه الشقايه راح تخفف الضغط العام على شبكه الكويت اللي تولد كهربتها من الغاز الطبيعي او مشتقات النفط. طبعا هذا الرفع العبء هذا راح يوفر لنا شيئين، شيء ان هذا برميل النفط او مكعب الغاز سيتم استفاد منه في امور افضل او تصديره او توفيره من ميزانيه الدوله، وايضا نخفض من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وبالتالي ننقي بيئتنا ويكون نعيش في بيئه انظف باذن الله. نعم شكرا جزيلا لمدير مشروع الشقاية للطاقة المتجددة، هذه الجهود التي تبذل سعيا لهذا المشروع الضخم وهو بفكرة من المغفور له بإذن الله شيخ صباح الأحمد الصباح نحو كويت جديدة وتحويل الكويت إلى مركز تجاري واقتصادي عالمي بحلول 2035 مع هذا المجمع الصديق للبيئة الذي يخفف من الانبعاثات التي بدورها طبعا تضر الإنسان والبيئة. هذا كل ما لدينا من معهد الكويت للأبحاث العلمية. عودة للاستديو. نعم عائشة، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم أيمن القطان ولجميع العاملين في هذه المنطقة، منطقة مجمع الشقاية للطاقة المتجددة التي فعلا هي ستكون يعني مفيدة للكويت من الناحيتين، ناحية الكهرباء كما تحدث وأيضا من الناحية البيئية، بيئة سليمة ومستدامة. شكرا جزيلا لك.